تأتي مشاركة الصندوق الدولي لحفاظ الحبارة في مهرجان أبوظبي الدولي للصيد الفروسية بشكل سنوي. السنة هذه يشارك الصندوق في جناح متميز فيه الكثير من الأنشطة والأقسام، من أهمها أهم آخر أرقام الإنتاج والإطلاق اللي تم في السنوات الماضية، وأهم الدول اللي تم الإطلاق فيها الحبارة. أيضا قسم التعليم يتكون من عدة أنشطة تكون فيها الطفل يتعلم عن الحبارة بطريقة تفاعلية. أيضا نعرض للجمهور الحبارة الحية، بإمكانهم التعرف على طائر الحبارة عن قرب، أيضا سؤال المختصين المتواجدين عندنا في الجناح. ولأول مرة الجناح يشارك بقسم خاص ببرنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور، اللي يتكلم عن المشروع هذا من عام 95 لعامنا هذا. المشروع هذا يهدف إلى إطلاق إطلاق الصقور البرية ومناطق انتشار الطبيعي بشكل سنوي. وأيضا نعرض في هذا البرنامج أهم حركة الصقور بعد إطلاقها وهجرتها. أيضا ندعو الجمهور بزيارتنا والتعرف على أهم إنجازات الصندوق في خلال السنوات الماضية والمحافظة على طائر الحبارة.